مساء الخير على كل مشاهدي مشاهدين مهارات عظيمة في كل مكان. تحية لحضراتكم، أهلا بكم حلقة جديدة. والنهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض مهارات جديدة، والنهاردة حلقة أتمنى يا رب أنها تكون يعني تنول الإعجاب، وبنقدم فيها تحية لكل أهلنا في فلسطين، وطبعا تحية لكل أهل غزة، وطبعا قلبنا معاهم بجد، وبندعي لهم يعني حقيقي في هذه الظروف. واسمحوا لنا النهارده هنعمل اكله فلسطينيه من الاكلات التراثيه الجميله جدا، يعني مشهوره جدا عند اخواتنا الفلسطينيين، واحنا بنحبها كمان، بنحب ناكلها من ايديهم. هنعمل النهارده المسخن الفلسطيني، وهنعمل معاه عيش مشهور جدا خاص بيهم، بيعملوه من يعني الحاجات هي اكلات تراثيه قديمه لكن ليها طابع خاص عندهم، هو عيش الطابون. النهارده هنعمله بطريقه مش بالطريقه الحقيقيه طبعا اللي بيتعمل بيها العيش ده، لكن هنحاول نعمله بالطرق الحديثه علشان نبقى كملنا الوصفه بتاعتنا بشكل جميل. هنتكلم مع بعض على المقادير دلوقتي، ونتكلم ونحكي كده واحنا شغالين عن اصل الاكله الجميله دي، اخبارها ايه وهي قد ايه محببه. اول حاجه هبدأ بسلق الدجاج. الدجاج عندي دجاجة أو عدد الفراخ اللي على حسب يعني أفراد الأسرة، بقطعه 4 أرباع. عندي بصل وجزر، حبهان، ورق لورا، جنزبيل، رشة قرفة، بهارات، فلفل أسود. وعندي لعمل المسخن طبعا هستخدم الدجاج المسلوق، لكن هستخدم كمية كبيرة من البصل المتقطع جوانح أو متقطع شرايح رفيعة جدا. وعندي زيت الزيتون طبعا مهم جدا مع السماق، رشة من الملح والفلفل، وطبعا خبز الطابون المشهور جدا يقدم مع هذه الأكلة الجميلة. وللتقديم هيبقى فيه لوز محمص وبقدونس. خلينا نقول إيه، بسم الله. وهنبدأ أول حاجة بسلق الفراخ. أنا يعني يمكن بحب الطريقة دي أكتر في سلق الفراخ شوية، أديها تشويحة كده. طبعا إحنا لو الفراخ بالنسبة لنا إحنا طازة، فراخ مضمونة يعني بلدي وجميلة، تمام. لكن أنا الحقيقة بحب أعمل دايما غلوة كده للدجاج، لما تكون الدجاجة كده بحط معها بس شريحتين ليمون أو عصير نص ليمونة أو ليمونة، وأسيبها تغلي تطلع الفوم الأبيض ده بعد ما بتتغسل كويس طبعا أكيد بالملح وبالدقيق وبالليمون. وببدأ أديها الغلوة دي، برمي المية دي وبغسل الحلة وبشطف الفرخة، بتتقطع 4 أرباع، وبعدين ببدأ أشتغل عليها. دي فكرة حلوة للناس اللي بتشتكي شوية أحيانا من زفارة الدجاج، وأحيانا بيبقى نوعية الأكل ما بتبقاش مظبوطة، وساعات ده برضو بنحسه في إيه، في بعض العلف وأنواع الضاني اللحم لما بيكون طريقة التغذية بتاعة الحيوان نفسه مش مظبوطة. طيب هناخد كده أول حاجة، سمي الله، بسم الله. هنعلي هنا النار، أنا هاخد تشويحه بسيطه، احط الفرخات، بس انا احط نقطه بس من نقطه زيت الزيتون، نقطه واحده. انا ساعات بحب اشوح المستكه ادوبها فيها، والحبهان، بصوا هاخد كده كام فص حبهان وكام ورقه لورا، وخليني ابدا في الفرخات. شوف بس سخنت، اوكي. بسم الله. هنحط معاها، حط عود بسيط قوي خفيف، ممكن تبقى رشه قرفه زي ما حضراتكم عايزين، رشه من الزنجبيل، طبعا جزرايه، بصلايه، مكعبات، ممكن ازود كام ورقه لورا كمان او كام ورقه غار يعني، طبعا رشه الملح والفلفل، وهاخد رشه من الفلفل كده. وخلينا نبدا بسلق الدجاج. هاخد بس كده، ومعانا تليفون، معانا زينه. اهلا اهلا. الحمد لله حبيبه قلبي، انت عامله ايه يا جميله؟ الحمد لله وحشتيني قوي. انت كمان وحشتيني قوي يا روح قلبي. انا بحبك قوي 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 قوي. وانا كمان بموت فيكي يا روحي. انا
ازاي مامي عامله ايه؟ الحمد لله. انا امبارح عملت سلطه فناتي بالجبنه الكريمي. عملتي ايه؟ مش سامعاكي يا زينه. عملت سلطه الناتشز بالجبنه الكريمي. الله، تسلم ايديكي. انا عارفه ان انت ما شاء الله عليكي شطوره. انا مبسوطه بيكي جدا جدا يا زينه. ميرسي. انا متشكره لماما وبشكرها كمان علشان هي مهتمه بيكي وعشان انت بنوته جميله. ربنا يحفظك يا رب. ميرسي حضرتك احلى. حياه قلبي، تسلمي لي يا رب. مش عايزه اي حاجه؟ انا كنت بتصل على بيكي علشان اطمن عليكي. حبيبه عمري، ربنا يسعد قلبك يا نور عيني، تسلمي لي يا رب. شكرا ليكي يا قلبي. ميرسي يا زينه يا جميله. اسمحوا لي احيي وابارك لكل حبايبنا اللي نجحوا في الثانويه العامه. نقول لهم ونقول لاهاليهم الف الف مبروك في نجاحكم في الثانويه العامه. كانت الحقيقه فتره عصيبه، انا عارفه عليكم جدا جدا. يا رب يا رب يسعد قلوبكم جميعا، ويا رب يوفقكم في كل الكليات اللي انتم تتمنوا انكم تدخلوها وتبقوا متفوقين، وعقبال ما نبارك لكم ان شاء الله بالتخرج باذن الله. وكانت لمسه لطيفه من وزير التربيه والتعليم بانه يتصل بنفسه بالناجحين الاوائل على مستوى جمهوريه مصر العربيه. انا يعني كانت لمسه لطيفه جدا منه، اسعدت اهالي كتير الحقيقه. طيب بنزود كده ميه سخنه. طبعا زينه من البنات الجميله اللي بتبعت لنا دايما التطبيقات الحلوه بتاعتنا اللي بتنفذها. وانا عايزه اقول لحضراتكم انه يا ريت تبعتوا لنا التطبيقات على الصفحه الشخصيه شيف عظيمه حمدي بالعربي، عشان احنا عايزين نستقبل من حضراتكم ضيوف معانا ان شاء الله في البرنامج. ده شيء هيسعدنا جدا انكم تشاركونا في برنامجنا مهارات عظيمه على قناه الاهلي. طيب انا حطيت ميه طبعا سخنه بتغلي، ما ينفعش اضيف ميه الا وهي ميه سخنه. وهبدا، انا حطيت عود قرفه، حط بس رشه بسيطه من الزنجبيل، ودي اختياري، ممكن احط زنجبيل فريش، يعني المهم تبقى الشوربه منكهه بشكل جميل. وايه، ونسيبها بقى كده على نار هاديه. طبعا بصوا احنا هنا مجهزين شويه، خليني بس ادفيها هنا، مجهزين شويه من الدجاج المرق بتاعها، بصوا بيبقى رايق وجميل. وهنبدا في المرحله الثانيه وهي المهمه، ان احنا نحط كمية بصل. ونتكلم بقى عن أصل المسخن الفلسطيني، لأن هي أكلة جميلة جدا. وعايزة أقول لكم سنة 2010 كان دخلوا موسوعة جينيس لأكبر رغيف مسخن أو طبق مسخن على مستوى العالم، وعملوا تقريبا اشترك في المسابقة دي 40 طاهي أو 40 شيف، وكمان تناول منه حوالي 2000 شخص. والمسخن الفلسطيني الأصلي عايزه اقول انه ليه اتقال عليه مسخن؟ شايفين العيش الجميل ده اللي هو بيتقال عليه عيش الطابون؟ كان دايما بيقولوا عليه انه بيبقى بايت من قبل بيوم، فبياخدوه يحطوا عليه زيت زيتون علشان يبقى طري، مع شويه بواقي كده من البصل المتشوح بالسماء وقليل من المرق، من مرق الدجاج يعني، وبعدين يطروه ويتحط ويتقدم عليه. اي حد من الفلسطينيين الحقيقه دايما بيعتزوا بالاكله دي قوي، وبتبقى من الاكلات الجميله خصوصا الناس المغتربه، دايما اكتر ناس بتبقى مشتاقه قوي للمسخن الفلسطيني. وطبعا عندهم المقلوبه، واحنا اتكلمنا عنها قبل كده ايام صلاح الدين الايوبي، قلنا كان اسمها باتنجانيه. النهارده بقى بنتكلم عن المسخن. اولا عندي كميه من البصل، انا عشان الوقت كمان حبيت ان انا اجهز البصل. انا حطيت زيت زيتون، وهزود دلوقتي زيت زيتون، لان انا هضيف شويه من البصل ده، بياخد كميه بصل حلوه يعني. زيت زيتون، وهبدا اخد كميه من البصل، هزود شويه ونبدا نشوح بقى الكميه دي في الاول لحد اول ما يطرى كده البصل. هبدا اضيف السماء، لكن في الاول ما اضيفوش عشان ايه؟ يبقى الطعم جميل. هاخد بقى كده تقليبه، خلينا ناخد كده هنا تقليبه، نقلب تقليبه كويسه. انا عليت النار عشان بعدين نبدا نضيف الايه، السماء اهو. انا اقدر هنا على فكره اضيف، لان في كميه حلوه من البصل مستويه، مفترض ان كله يكون نفس التسويه، بس انا حبيت ازود شويه البصل. طبعا الدجاج ده المفروض نطلعه دلوقتي في طبق، خليني ممكن اطلعه هنا.
وناخد معانا هبه. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا يا فندم. إيه؟ الحمد لله. إيه الاكلات الحلوه الجديده دي؟ الله يخليك يا فندم. جميله ما شاء الله. انا هتابع للاخر عشان اعرف الخطوات يعني تكه تكه. يا حبيبتي ده شرف ليا والله متابعه حضرتك. تسلم ايديك على الاكلات الحلوه الجميله دي. تسلم يا فندم. وعايزه بقى يعني اقول لك على حاجه خبر كده جميل. يا رب قول لنا. من امبارح لما كنت كلمتك في حلقه قبل كده وقلت لك على الثانويه العامه، فالحمد لله ما شاء الله الف الف مبروك. الحمد لله يا رب ان هم الحمد لله نجحوا حبيبتي فاطمه عزت ومحمود اشرف. انا عايزه بقى اعمل يعني اهداء لحضرتك. طبعا اتفضلي. فاطمه عزت ومحمود اشرف وهنيهم بنجاحهم والف الف مبروك حبيبتي كده التفوق كل السنين الجايه ان شاء الله. امين يا رب العالمين. وطبعا دعوات حضرتك معانا حبيبتي. ربنا يوفقهم ويسعدهم عقبال التخرج ان شاء الله. وتكلميني تقولي لي انهم اتخرجوا. حبيبتي ربنا يبارك لك يا رب. تسلمي لي الف مبروك لفاطمه والف برضو الاكلات الحلوه الجديده دي حبيبتي. الاكله الفلسطينيه برضو جديده علينا. اكلاتهم جميله جميله واحنا بنبعت لهم تحيه ويسعدنا يعني مشاركتهم في اكلاتهم. اتمنى نكون بنعملها خطوات مظبوطه زيهم باذن الله. تسلمي لي يا فندم والف مبروك حبيبه قلبي. الف الف مبروك. ربنا يفرح قلوبكم جميعا يا رب. يعني ببعت برضو لعبد الرحمن محمود ابن اخويا بقول له الف الف مبروك لانه نجح في الثانويه العامه مجموع كويس الحمد لله. فربنا يكرمهم يا رب جميعا ويفرح قلوب كل الاولاد. ولا قدر الله لو في حد لم يوفق السنه دي ما يتضايقش. وعلى فكره عايزه اقول لكم على حاجه، دايما ورا كل محنه منحه فما تتضايقوش. يعني انا في اول سنه في ثانويه عامه رغم انه الحمد لله طول عمري يعني الحمد لله من الناجحين ما سقطتش ولا سنه، لكن في الثانويه العامه كان حصل لي ظرف في وفاه والدتي ونفسيتي تعبت جدا ويعني ما كنتش بذاكر كويس. اثر عليا بشكل سلبي كتير لمده سنه، فكانت سنه صعبه، لكن بعدها الحمد لله جبت مجموع كبير ودخلت الكليه اللي انا عايزاها. وده يمكن كان محدش عارف، يمكن الظرف الصعب ده هو اللي خلاني بعدين، يمكن كنت في السنه دي مش هجيب مجموع كويس، محدش عارف. المهم تعددت الاسباب والنتيجه اللي ربنا كاتبها هي اللي كانت هتكون. فالرضا بالمكتوب احيانا ما بيكونش للضرر ولكن بيكون للخير. فاتمنى لو لا قدر الله في اي حد من ولادنا لم يوفق السنه دي، ان شاء الله هيوفق السنه الجايه وهيبقى في المكان اللي هو عاوزه في الكليه اللي هو بيتمناه. هقلب بس تقليبه حلوه بقى. بصوا انا مش هزود كل كميه السماء في الاول لحد بس ما البصل اللي باقي اللي انا ضفته زياده ده يدبل كمان زي البصل الاولاني عشان بس وقتنا. وانا هبدا اعمل ايه؟ هبدا اخد نعمل كده شويه يعني محلول كده بندهن بيه الفراخ دي واديها تشويحه في الفرن. هو عباره عن ايه بقى؟ حاجه بسيطه قوي، شويه من عصير الليمون بسم الله الرحمن الرحيم، وشويه من زيت الزيتون بسم الله، وناخد معانا ام اسلام يا اهلا وشويه فلفل اسود. صباح الفل. صباح الهنا. مني انا يا حبيبه قلبي. اهلا. ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي. اهلا وسهلا. انت اكتر والله. ربنا يبارك لك يا حبيبه قلبي وتسلم ايدك على كل حاجه. تسلمي. وعايزه اقول لك كل سنه وانت طيبه وكل كرو البرنامج كل سنه وانتم طيبين حبيبه قلبي. بتاع عاشوره يا روحي انت كده حرقت لنا وفاجئتنا. حبيبتي احنا عاملينها النهارده. ان انا اقول لك والله يا روحي كل سنه وانت طيبه. كلك ذوق كلك ذوق والله يا ام اسلام. ما تحرمش منك يا رب. ربنا ما يحرمنا منك ابدا يا رب. حبيبتي ولا منك. عايزه اقول للاستاذ محمود الف الف الله يبارك في عمرك نجاح ابن حضرتك. الله يخليك. وعايزه اقول لمروان ابن اخويا الف مبروك. الف مبروك لمروان طبعا. ربنا يبارك لك يا حبيبه قلبي. الله يخليك. عايزه اقول لكل الطلبه اللي تعبوا وشقيوا في الثانويه العامه ألف حبايبي مبروك. ألف الله يبارك فيك. ربنا يبارك لك يا حبيبه قلبي وتسلم ايدك على كل حاجه. تسلمي يا روح قلبي. ربنا ما يحرمناش منك. ربنا يخليك. امين والف مبروك حبيبتي. ربنا يفرح قلوبكم يا رب عقبال ما تفرحي باسلام الفرحه الكبيره ان شاء الله يا حبيبتي في حياتك ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبه قلبي. تسلمي لي يا ام اسلام. شكرا جزيلا نورتيني وشرفتيني والله. الفرحه دي حاجه جميله جدا جدا. بصوا انا بقلب ازاي. انه هيتجوز يا فندم. فرحه كبيره انه هيتجوز الا لو لحضرتك راي تاني في الموضوع ده.
فرحه مهمه طبعا. ربنا يفرح قلوبكم جميعا يا رب باولادكم وتسعدوا بيهم بجد في حياتكم وهم مرتاحين وكويسين. يعني الواحد دايما يدعي اللي قدامه بالسعاده، الله يعني مرزقنا السعاده في الدنيا والاخره، لانه دي بقى بتاعت ربنا. ازاي بقى؟ دي برضو بتاعت ربنا. طيب تعالوا بقى ناخد كده الدجاجات الحلوين دول، انا هاخد هنا هدهن عليهم كده شويه من الايه، انا حطيت بس كبشه مرق، ممكن ازود بس شويه سماق، زيت زيتون، شويه فلفل وعصير ليمون، وهبدا احط عليهم كده شويه. الريحه بتاعت الفراخ جميله جدا. في طرق تانية حديثه، يعني انا كنت بصراحه مع اصدقاء ليا ولقيتهم ما شاء الله عاملينه في عيش، بس بديل طبعا للعيش الطابون، لانه العيش الطابون ده خلوا بالكم ليه قصه برده، وليه اتسمى بعيش الطابون؟ لانه هو بيبقى النار بتاعته بتبقى داخل مكان عميق قوي تحت الارض، وهم بيخبزوا فيه العيش عشان هم بيدفنوه تحت الارض، وبيسيبوا النار دي لما تطفي، يعني بتطفي لوحدها. الايه حبايبي؟ انا مش سامعاكي كده، الصوت بعيد يا حبايبي، مش سامعاكوا. فاحنا بصوا هنعمل كده وهدخله في الفرن ياخد بس لون، ودي تاخد طبقه كريسبي كده شويه. عملنا فيها خطوه السماق اهو تحت الشوايه، وتعالوا بنقلب هنا. بصوا البصل بدأ يدبل شويه، هنا مرق الدجاج بصوا اللي احنا حطيناها تتسلق فيها المكونات بتاعتها، اول خطوه خالص حطيناها قدام حضراتكم اهي، اللي حطينا فيها البصل والورق اللورا والحبهان، انا حطيت عود قرفه لانه القرفه الخشب يعني بقى طعمها بيبقى اخف شويه من القرفه الباودر، جنزبيل، رشه ملح ورشه فلفل. بصوا المرق جميل ازاي، حطيت ميه سخنه بتغلي، شوحت الاول الفراخ مع البصل مع الورق اللورا والحاجات، وبعدين اضفت عليهم الميه السخنه بتغلي من الكتل، وادي الفراخ على نار هاديه طلعت زي ما احنا يعني شوحناها دلوقتي قدام حضراتكم من السلق وطلعناها، اديتها شويه سماق على عصير ليمون على زيت زيتون في البوله الحلوه دي، ورشه من السماق وملح والفلفل، فلفل الاسود، وقلبناهم مع بعض واضفتها على وش الفراخ ودخلتها تحت الشوايه تاخد شويه لون. بصوا هنا كده شايفين، نقلب تقليبه كويسه، هنفضل كده، وبعدين هنزود تاني شويه السماق بقى، نحط كمان رشه سماق، انا ما حطيتش الكميه كلها في الاول. السماق ده عايزه اقول لكم ليه فوائد خطيره جدا وكتيره جدا جدا، احنا بس ساعات بنهمله، يعني مش بناكله كتير في اكلاتنا احنا المصريه كتير الا في بعض السلطات مثلا، لكن هو الحقيقه مفيد جدا. يعني انا لما بعمل ورق عنب ساعات بدي للخلطه تاتش كده سماق، هنتكلم عنه وعن فوائده، لكن اسمحوا لنا نطلع استراحه، هنرجع بعد الاستراحه نستكمل وصفاتنا في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. دلوقتي بصوا كده استوى البصل بالسماق بالزيت الزيتون، بصوا الجمال. خلاص دلوقتي بقى هنضلق دول في بولة ونبدأ بقى نشوف هنعمل ايه. بسم الله. فوائد السماق كتير احنا اتفقنا، عايزة اقول لكم هو مضاد للبكتيريا وفي مضادات اكسدة وبيحمي الجسم كتير من التهابات، وجهاز التنفسي وممتاز ليه، واصلا هو بيحافظ على مستوى السكر في الدم، و لنسبة الدهون هو كويس. الناس اللي بتعمل كمان دايت بتحطه على بعض السلطات والأكلات أو الفراخ المشوية، أو في ناس أصلا بتحطه على الجروح لما ساعات نتقرص كده بيحطوه عليه، وهو كمان حاجة كويسة للكبد. وعايزة أقول لكم للحوامل كويس، وبعد المرضعات كمان بيحسن اللبن. طيب تعالوا بقى نعمل مع بعض عيش الطابون. هو مش نفس الطريقة الأصلية، هناك بيتحط على حطب أو على كمان ساعات في البيوت يعني بيعملوا ده جوه الفرن أو على البوتاجاز، لكن الحقيقي الحقيقي ما بيبقاش كده خالص طبعا، بيبقى ليه مكان وبيبقى تحت الأرض ومدفون وليه طريقة كده في التسوية، هو تراث فلسطيني الحقيقة يحترم، وبيتعمل مع اكل كتير جدا.
يعني كتير جدا اكلات فلسطينيه بياكلوه مع الشاورما، بياكلوه مع المسخن. تعالوا بقى نقول مقادير كده عيش الطابون على طريقتنا السهله بتاعتنا ونشوف هنعمله ازاي. يلا بينا. بسم الله. عندنا هقول لو كيلو دقيق هستخدم 3 كوبايات ميه دافيه، وانا برضو ما زلت مع حضراتكم بقول نضيف الميه شويه شويه، ان قد يكون نوع الدقيق اللي بستخدمه مختلف عن اللي عند حضرتك، فقد ياخد سوائل اقل او اكتر على حسب. طيب عندي معلقه كبيره من الخميره الفوريه، ربع معلقه كبيره من الملح، نص كوبايه من اللبن، 4 معالق كبار من زيت الزيتون. طيب انا هاخد كده كميه من الدقيق هضيفها هنا، نعمل عجينه. العجينه دي لازم ترتاح ولازم تبقى لينه سنه، ما هياش زي البيتزا ماسكه نفسها. بصوا كده، تعالوا ننزل كده شويه وناخد الخميره بسم الله، وزيت الزيتون بسم الله الرحمن الرحيم، وطبعا الملح. واخيرا هيبقى الميه الدافيه، هاخد كده في اي ميه دافيه بسم الله. وتعالوا بينا هاخد شويه اللبن الاول ونشوف هنضيف ميه قد ايه. بسم الله. هنقلب الخليط ده كله مع بعضه. بيستخدموا بقى العيش ده كتير. تعالوا بقى كده بسم الله نضيف شوية مية ونقلب. شويه بتلزق، هحط عليها زيت زيتون وهسيبها تخمر وهقطعها كور. الكيلو يعمل 6 كور، 6 رغيفه كبار او 8 على حسب الدقيق ده نوع ايه. بصوا كده، هي كده اهي، شايفين لسه ما خدتش وقتها، يعني لازم تاخد كمان شويه ضرب او بايديا ان انا افردها كويس، فهديها كمان ضربتين وتبقى لينة شوية. وبعدين هبدأ هنا، بما ان انا عندي بقى العيش عايزة اجهزه، وانا الفراخ هنا بديها لون تحت الشواية. بصوا تاخد بس لون مع الصوص بتاع السماء ده، هفتح كده واري حضراتكم اهي بالفرشة تاني اهو شوية كده، شايفين اهو. شايفين حضراتكم ازاي اهو تنشف اول كوش او اول طبقة كده، وبعدين اديها تاني اهو، وهسيبها تدخل تاني تاخد بس اللون ده وايه لون خفيف كده، وبعدين هنطلعها. هنا بقى شويه الميه اللي اتبقت او شويه السماء والزيت الزيتون هوريكم هعمل بيهم ايه. طيب بسم الله. بصوا بقى العجينه فرقت ازاي، معلش اسمحوا لي ايه اوريها لحضراتكم هنا. بصوا شايفين بتلزق ازاي، هي دي بقى العجينه اللي انا عايزاها، وممكن تبقى كمان املس من كده سنه. هعمل ايه بقى عشان اشيلها؟ حاضر، ناخد مدام منال واحنا شغالين مع بعض كده. مدام منال اهلا وسهلا. صباح الفل على الحلوين. حبيبة قلبي ازاي حضرتك، عاملة ايه؟ كل سنة وانت طيبة بمناسبة عاشوراء اولا. الله يسعد عمرك وايامك كلها واسرتك جميعا يا رب وكل السامعين. الله يخليكوا. ثانيا بهني كل بتوع الثانوية العامة حبيبتي، وبهني ابن اخوكي والاخت هبة باولادها وكل الناجحين. الله يخليك يا فندم، كلك ذوق والله. ربنا يخليك، وبشكرك جدا على حلقه الصبيت الجميله المختلفه فعلا اللي انت غيرتيها خالص عن ما انا كنت متخيلاها. يا حبيبه قلبي ده الشرف ليا والله، ما عجبت حضرتك. ربنا حلو قوي، وكمان حلو الصبيت الكبير.
يا حبيبة قلبي تسلميلي يا رب تسلميلي. اه والله، وبهنيك على حلقة النهاردة، وكل مرة أشكرك برضه على المعلومات الحلوة اللي أنت قلتيها. ربنا يخليك يا فندم، تسلميلي. شكرا لحضرتك ولمداخلتك والله. الله يخليك يا حبيبة قلبي. تسلميلي مدام منال، دايما كده منورانا في البرنامج. شكرا لحضرتك. طيب هقفل بقى على العجينة الحلوة دي، هسيبها تخمر، بديها كده ساعة، وبعد الساعة باخدها اقطعها دواير كده ارغفة، هوريكم بعد ما بترتاح بتبقى عاملة ازاي، وبعدين بسيبها ترتاح تاني بعد ما بشكلها. عيش الطابون طبعا بيعتبروه من الحاجات اللي بتحتوي على شوية كربوهيدرات، ايه، بيحافظ على نسبة السكر في الدم، فيتامين ه، بيعزز الجلد، البشرة، حاجات كتير بيعتبروها يعني فوائد جميلة جدا. بصوا بقى، تعالوا ناخد هنا، بصوا العجين بعد ما ارتاح، بصوا شايفينها بتبقى لينة ازاي؟ هو ده اللي انا اقصده مع حضراتكم، ان العجينة تبقى كده لينة شوية اهي، واخد كده بس ايه رشة من الدقيق كده عندي هنا كده اهي عشان اعرف امسكها بس اهي، وبعدين هحطه هنا وهبدا افرد. انا الحقيقه هديه على ظهر صينيه او ظهر اي حاجه عشان ياخد الفرده الكبيره دي، وهفرده كويس لحد ما ادخله، هيطلع بالشكل اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي قدامكم. مخرجنا هيستعرضه هنا عشان هبدا اخده ابله عشان اقدم عليه الوصفه بتاعتنا. نشيل بس دي كده في جنب، وخلينا ايه نفرد العيش الجميل ده، شويه دقيق صغيرين دي جنبي هنا كده. الزيت الزيتون اللي ضفته مع عصير الليمون والسماء، هضيف عليه شويه من البصل اللي احنا عملناه دلوقتي للمسخن، وهبل بيه العيش مع شويه مرق علشان العيش يتبل زي ما اتفقنا، هو مقصود بيه العيش البايت. خلاص كده، ونبدا بقى نفرد. انا مش عايزه ايه يعني ايه ناخد وقت طويل، لكن نفرد بقى العيشات الحلوين دول. بسم الله، وهناخد بقى على ظهر صينيه ونبدا ايه. ومعانا دينا، يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا شيف، عامله ايه؟ الحمد لله حبيبه قلبي، اهلا وسهلا بيكي. كل سنة حضرتك طيبة ومناسبة عاشورة، ويا رب دايما أيام حضرتك كلها تبقى حلوة وجميلة. حبيبتي أمين، وأيامكم كلها يسعد أيامكم جميعا يا رب العالمين. وأنا بس كنت عايزة أبارك لابن بنت عمي أحمد، جاب 94% ما شاء الله. ما شاء الله، الله أكبر، ما شاء الله. ألف ألف مبروك ليك يا أحمد، ألف مبروك يا حبيبي. الله يبارك في حضرتك، وشكرا لحضرتك ولذوقك والحاجات الحلوة اللي حضرتك بتعمليها. ربنا يسعدك يا حبيبة قلبي، شكرا ليكي ولمداخلتك معانا والله ولمعايدتك، شكرا. تسلمي لي يا حبيبه قلبي. بصوا بقى اهو، هاخد بقى ايه، نفرد بقى وبعدين ندخل على ظهر صينيه، هدخله الفرن وهطلع الفراخ دلوقتي. تقدروا بقى لو في الحطب او الزلط او الحاجات دي ممكن. يلا بينا، هاخد ظهر صينيه كده. وممكن نحطه هنا، وهدخله الفرن. يلا بينا، تعالوا بقى نطلع القمر ده. بصوا بقى اللون، شايفين؟ انا عايزه ده اللون الجميل ده اهو. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم، هنحط بقى ده، وتعالوا الفراخ زي ما هي سخنه، هاخد بعد اذن حضراتكم كده صينية تانية، هحط فيها الخليط اللي احنا خلطناه اللي كنا دهنا بيه الفراخ، اللي فيه الليمون والسماء والفلفل والزيت الزيتون اهو. هضيف عليه، ممكن نحط هنا بقى، هضيف عليه شوية من زيت الزيتون وشوية مرق اهو. بسم الله، وهبل العيش، لكن طبعا مش هنسى ان انا اضيف شويه من البصل والسماء اللي احنا ايه شوحناهم في الاول.
اهو بصوا اهو، شايفين الجمال؟ وصفة جميلة جدا من التراث الفلسطيني اهو. تعالوا بقى ممكن نزود مرق تاني على فكرة، شوية مرق كمان، ده مرق الدجاج اللي سلقناه فيه. وناخد بقى العيش كده، بسم الله. ها نشيل دي خلاص ونعمل كده هنا كده. انا عايزه يعني ابله بس ايه على خفيف، خليني اجيب احسن لوش اعمل بيه اسرع. اهو زي ما بنعمل الرقاق بتاعنا، شايفين ازاي؟ اهو اهو، هجيب الطبق ده احسن عشان مفرود. بسم الله، زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. وهناخد واحد كمان بنفس الخلطة الحلوة دي اهو، بنطري كده، شايفين الجمال اهو. وواحد كمان نقدمه بقى على حسب طبعا عدد الافراد وعلى حسب كميه الدجاج اللي محطوطه او الفراخ. بزيت الزيتون والحاجات الجميله زي ما حضراتكم شايفين. خلاص خلينا بقى ناخد الاول الدجاج القمر ده. هاخد الاول شويه البصل هنا ونوزع بقى البصل اللي بالسماق اللي سويناه في الاول، شايفين الجمال اهو. ده بزيت الزيتون السماق، حاجه كده رائعه ما شاء الله، ريحه تجنن. هنرص بقى الفرخات الحلوه او الفرخه اللي احنا حطينا لها السماق وزيت الزيتون. بصوا جمال، بسم الله اهو، شايفين؟ وهاخد برضو شوية تاني من البصل كده حواليها، بسيط شايفين؟ رائع رائع رائع، وصفة رائعة وتحية لكل أهل فلسطين بجد، أكلات من التراث الجميلة أهو، شايفين إزاي؟ وتعالوا بينا بقى، أنا هاخد دي كمان وناخد كده رشة من اللوز المحمص. حاضر من عين، وعايزين بقدونس كمان؟ حاضر كده هنا، شايفين الجمال هنقدم بقى كده رشه من البقدونس جميله بسيطه من فوق. تسلموا حبايب قلبي، بحاول اشوف معاكم. تسلموا، واتمنى يا رب يعني يكون الطبق نال الاعجاب والوصفه تكون يعني على التراث الفلسطيني الحقيقي. وهنستسمح حضراتكم بقى ان احنا نطلع في استراحه، هنرجع بعد الاستراحه نستكمل فقراتنا في انتظار حضراتكم.
ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة، زي ما قدمنا بالظبط المسخن الفلسطيني وعملنا عيش الطابونة، أوريكم بس سريعا في الفرن بسرعة بسرعة قبل ما أهو على ظهر ال مش هيدوا البرة دي لازم من هنا لا عينيا والله أنت طهر ماشي تمام. اوكي تسلم ايديكو. انا بس عايزه ادخل بقى شويه من ال ايوه شويه من الايه من السوداني ده عشان نعمل حاجات حلوه. وما شاء الله ما شاء الله الرغيف مولع، خليني احطه هنا. هاخد شويه بس من السوداني. اي مكسرات بصوا بحطها زي ما هي بدون اي ماده دهنيه وبدخلها الفرن تتحمص تطلع الزيوت الطبيعيه اللي جواها، تستمتعوا وانتم بتاكلوها ولا فيها بقى تحمير ولا اي حاجه. اهو هحط شويه هنا يتحمصوا ونبدا بقى نتكلم عن العاشوره. عندنا العاشوره كل سنه وحضراتكم طيبين من المناسبات السعيده في السنه، ويعني يفضل ان احنا لو صايمين هتبقى جميله جدا. خلينا نتكلم عن العاشوره. معايا مقادير العاشوره. عندي حوالي نص كيلو من القمح، بسم الله، نص كيلو من القمح، وعندي كمان لبن، وعندي تقريبا كده نص كيلو قمح عليه لتر لبن، عندي كوبايتين من السكر او كوبايه او نص على حسب ما حضراتكم تحبوا، ثلاث معالق كبار من النشا. في ناس بتضيف دقيق، انا مش مع فكره الدقيق يعني قوي لحد كبير لانه الدقيق بيغير الطعم شويه. علبه قشطه، لو عندنا قشطه بلدي يبقى جميل، لو ما عندناش يبقى قشطه نباتي او قشطه علب مفيش مشكله. عندي كريم شانتيه، عندي كمان رشه من الملح، وعندي مكسرات حسب الرغبه يعني جوز هند، زبيب، انا بحمص شويه سوداني. طيب العاشوره دي ترجع للدولة العثمانية وكانوا بيسموها حلوى نوح. الأتراك كانوا متخيلين يعني أنه سيدنا نوح هو اللي كان مقترح هذه الحلوى يعني، وأنه صلاح الدين الأيوبي لما دخل مصر كان حابب يمسح كل الذكريات المتعلقة بالدولة الفاطمية حتى الحلويات أكلاتهم كلها، وهي اتعملت عاشورة ومشهورة طبعا في شهر محرم. والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لما راح المدينة لقى أنهم بيصوموا اليهود يوم عاشوراء، فكان بيسألهم ما هذا الذي تصومونه؟ قالوا له أن ده يوم عظيم. فكان ربنا ساعتها يعني غرق قوم فرعون ونجى سيدنا موسى وقومه يعني، فأمر بصيامه وقال إنها سنة مستحبة تغفر الذنوب لمدة عام. فعشان كده فضلنا إن إحنا النبي عليه الصلاة والسلام قال نصوم اليوم التاسع عشان ما نبقاش زي اليهود. اتمنى يا رب كل سنه وحضراتكم طيبين وتعملوا وتبعتوا بقى لجيرانكم. بصوا بقى اول خطوه في القمح انا بنقعه شويه ساعه كده، وبعدين باخد القمح بعد ما بغسله طبعا كويس جدا جدا تبقى ميته زي ما حضراتكم شايفين رايقه زي ميه الحنفيه، باخده اسلقه. اول ما بيبدا يغلي شويه شويه كده تلاقوا الميه غمقت شويه، لا اتخلصوا من الميه دي وصبوا ميه جديده بتغلي من الكتل عشان تفضل ميه رايقه. اهم خطوه في العاشوره ان انا اسيب حبات القمح تتفتح كويس جدا وتتشرب حتى لو باقي سوائل ميه. انا دايما بعملها قبل بليله، ليه؟ علشان انا عارفه ان بيبقى فيها شويه ميه لسه باقيين بتوعها ما تشربتهمش، اول ما بتبات ليله في الثلاجه بتتشربهم كلهم بطلعها بلاقيها كده. شايفين حضراتكم ازاي حب؟ ليه بقى؟ علشان انا مش عايزاها تتشرب كميه لبن كتيره. بصوا هي طبعا فيها نسبه حديد وفيتامينز كتيره جدا. بصوا انا هنا هاخد اللبن، معلش انا بغليه علشان انجز في وقت الحلقه. بسم الله هنحط اللبن بيغلي، وهضيف كمان شويه يعني هغلي كده عشان اديها بس بسرعه انها تغلي معايا على الهواء، لكن طبعا انتوا حضراتكم في البيت ما تعملوش كده، هيبقى عندكم وقت يعني كافي كده. وهنبدا نغلي طبعا كل ما تتفتح الحبات صح ما تاخدش كميه لبن كتيره، طبعا غنيه بالالياف تدي احساس بالشبع وبتمنع الامساك وبتحسن عمليه الهضم، بتساعد على التركيز وتحفيز الذاكره. خلينا نميله. اللبن طبعا كميه كالسيوم حلوه بيقوي الاسنان والعظام، تمنع حصوات المراره، بتعالج الغثيان. في ناس كتير يعني بتحب القمح، فيها كمان غنيه قوي بحمض الفوليك وبتعزز نمو الجنين على فكره.
وبيتحسن من عمليه النمو بتاعه. بصوا بقى، هاخد هنا عندي السكر، بسم الله، مش حاطه كتير، حاطه نص كوبايه. طبعا السكر ده حسب رغبه كل عائله، يعني المفروض يبقى متوسط او يبقى بيحبوه مسكر قوي، بس طبعا ايه هنعمل كده. بحط شويه من الكريم شانتي، تدي طعم مميز جدا. على فكره لو عايزين تضربوه كمان وتحطوه بعد ما تستوي العشوره وتربط مع حضراتكم وتحطوا يعني تخلطوا الكريم شانتيه بميه ساقعه او بلبن وتضيفوه عليها، هيخليها كريمي لمده اسبوع في التلاجة. غير ان احنا طبعا عاملينها جميله، يعني هتبقى ليها تاست وطعم مختلف تماما. هاخد كده نقطه من الفانيليا، مش بكتر لان دي فانيليا خام وانا مش عايزاها تبقى نكهتها قويه قوي. طبعا يفضل الباودر، في حاجات بينفع فيها الفانيليا السايله بتبقى طعمها سبحان الله مناسب للوصفات دي او للاكلات دي، وفي اوقات تانية لا. طبعا انا هسيبها تغلي شويه هنا كده مع بعض. هاخد هنا معلقتين من النشا. اللي عايز جوه العاشوره يحط شويه جوز هند، انا بحب احط شويه صغيره، معلقه كده بس، ايه تدي تيست وطعم لما بتغلي مع اللبن، بتدي طعم لللبن كانه حليب جوز هند، يعني بتدي لمسه لطيفه غير التزيين اللي من على السطح كده. ده من السكر، ماشي اهو، هنقلب تقليبه حلوه. وخلينا بقى نجهز كده للنشا، في ناس بتحب تحط دقيق وفي ناس بتحب تحط نشا، احنا ده امان معانا ولا ايه؟ يا سلام، تسلم الايادي والله. بصوا بقى ايه، انا اقدر يا فندم اتكلم. طيب خليني اخد ايه، انا عايزه لوش، محتاجه لوش ضروري، خليني اخد منه شويه كده في الخلاط، ممكن اخلط شويه، بسم الله، اكسرهم كده، بتبقى حلوه يعني، شويه صغيرين مش كتير، معلقتين ثلاثه كده، بسم الله. ولو انا بحبها اصل بحب كميه الحب اكتر، مش انها تبقى فيها شويه مجروشين يعني كده. بس تعالوا بقى ننزل دول هنا، خلوا الخليط كده متماسك وحلو، بسم الله، ونقلب تقليبه حلوه. وهناخد بقى هنا عندي قشطه، بس هخليها في الاخر، لا عايز يضيف قشطه ممكن شويه هنا في الاول كده، نسيب شويه في الاخر كده. طبعا الكريم شانتيه لو حابين زي ما قلت لحضرتك تضربوه في الاخر وتحطوه وتقلبوه بعد ما تطفوا عليه هيبقى رائع. لازم تغلي غلوه حلوه، كل ده لسه ما ضفتش اي حاجه، ولا نشا ولا دقيق ولا حاجه. طبعا انا زي ما قلت لحضراتكم انا يمكن مع النشا لانه طعمه فلات شويه، ما بيخليش يعني في طعم الواحد يتضايق منه. مش شويه هنا شغاله، انا مش عايزه الشوايه، خلي ده بس هنا يهدى، هاخد منه دلوقتي. محمد لو في لوز كمان، انا عايزه لوز. بصوا بقى كده، اخد كده تقليبه حلوه، وبعدين النشا اهو، ممكن اخد بوله صغننه كده اهي، البوله دي بس هاخد فيها معلقه نشا واحده او معلقتين، تربط بس الخليط بتاعي بشوية مية ساقعة، بسم الله الرحمن الرحيم، أو شوية لبن ساقع زي ما تحبوا يعني أهو. يبقى أهم حاجة في السل إن تبقى المية رايقة وجميلة، نضيف مية سخنة نسلقها كويس، بننقعها ساعة، القمح بعد غسيله كويس جدا، وبعدين بنبدأ إن إيه بعد ما بيتسلق بنبدأ نسيبه يتشرب كل المية والسوائل اللي موجودة فيها، ودي مهمة قوي علشان ما تستخدمش مني كمية لبن كتير. كده ونشوف، احتاجنا بالقوام تمام، ما احتاجناش خلاص، بسم الله. طبعا هو السوى كله والفكرة كلها في القمح، طعم هيبقى جميل. اللي عايز يحط قشطه وش اللبن ماشي، اللي عايز يحط قشطه او يضرب كريمه حلويات مع معلقه كريم شانتيه ماشي، انا اديتها عشان تدي طعم وتيست حلو كده، تحسوها فيها طعم مختلف وجميل محبب.
مش عايزينها تبقى تقيله قوي اهم حاجه، وهوريكم زي ما اتفقنا بظهر المعلقه بنجرب نعمل الخط ده عشان هي مش بتقل، لان لما بتقعد تبرد بتتقل تاني، فاحنا مش عايزينها تبقى ناشفه في الثلاجه، احنا عايزين يبقى فيها قوام كريمي. اه لو في سوداني تاني كمان عايزين، او لوز اي حاجه يعني للي عايز، ولا انتوا عايزينها ساده؟ اوكي يا حبايبي انا هجيب اهو، بصوا بدات تتماسك ازاي اهو، انا عايزه القوام ده بقى شايفينه ده اللي هو ولا تقيل ولا بصوا ينفع كده، انا هعمل لكم اللي انتوا عايزينه اهو. بصوا في ناس تحب تضيف عليها قرفه، انا عايزه بقى القوام ده. بصوا هضيف اخر شويه من الكريمه، مش الكريمه القشطه يعني، بسم الله ويلا بينا نصب بقى الحاجات الحلوه بتاعتنا دي ونزينها. يا سلام موضوع بسيط، انا غليت اللبن يمكن ده خد مني وقت اقل ما تستغربوش، بس عشان انا يعني ايه السرعه عندي بتبقى مهمه شويه، لكن احنا في البيت نقدر ناخد وقتنا زي ما انتوا عايزين، بس برضو بيفرق يعني. طيب ناخد كده هنا، بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام هحتاج لوش بس نغرف بيه علشان ايه نصب بقى العشوره بتاعتنا ونزينها. خلاص انا كده مش محتاجة حاجة خالص، شايفين القوام جميل ازاي وشايفينها عاملة ازاي اهو ده. بصوا هوريكم في معلقة تانية عشان تبقوا شايفين اهو اللي هو كده، مش عايزاها تبقى ماسكة اكتر من كده، عايزاها بصوا تبقى فيها كده، انها هتتقل عن كده شوية هتبقى مظبوطة جدا اهو. دي العلامة اللي دايما بنجربها مع بعض، اللي هي الخطين ما يجوش على بعض، حتى في البشاميل اهي شايفين ازاي، بس كده. طيب هي ما تبرد هتمسك شويه، احنا بقى عايزه يهمني لما تدخل الثلاجه، وده الايشو في الموضوع انها ما تمسكش جامد. بسم الله الرحمن الرحيم شايفين ازاي، لان العشوره معروفه دايما انها تفرق عن البليله في القوام، يعني في القوام بتاعها شايفين جوسي، اهم حاجه ما تدخل الثلاجه تفضل كريمي بقى، هو ده المفيد في الموضوع، مش انها ناشفه. دي مش عامل كويس انا ما برحبش بيه الحقيقه، هينشفها منكم وهتمسك وهتبقى بلوظه. بصوا شايفين ازاي، هو ده شايفين القوام، هو ده هتدخل الثلاجه تبقى يعني ان شاء الله مظبوطه مع حضراتكم، طعمها هيبقى جميل، واحنا خلطنا شويه جرشناهم يطلعوا شويه الايه يعني تقلوا شويه الخليط، ما يخليهاش حبوب صريحه زي البليله، تبقى مجروشه سنه كده زي ما بنشتريها من بره. اللي عايز بقى يضيف بولت ايس كريم، شويه مكسرات، براحه حضراتكم، دي حاجه ترجع لكم. شايفين ازاي؟ بسم الله. والله الكاسات دي جميله، انا عاجباني بصراحه وعاجبني اللي شاريها، تسلم ايدك يا رونا. مظبطانا يا رونا والله. جميله وعلى قد الايه الوجبه يعني، على قد ما كل واحد فينا يستوعب ياكل عشان ما ياكلش كتير حلويات. بسم الله اهو اهو شايفين ازاي، الله يا نهار ابيض. نحط تاني، في تاني كفايه كده متاكدين؟ طب يلا ناخد بقى شويه زبيب حلوين طبعا، على ايه على يعني حسب الرغبه، في ناس تحبها ساده، ناس تحب عليها مكسرات، ناس ما تحبش خالص، يعني حسب الرغبه اللي موجود في البيت. شويه كده جوز هند اوكي، وهناخد كمان كام واحده من السوداني كده تدي شكل حلو، شرط يعني يبقى لوز، مش شرط يبقى حاجه، في لوز وفي كل حاجه بس تغيير عشان لو ما فيش عند حضرتك ما يبقاش في ازمه، وممكن تبقى ساده. انا عن نفسي بحب الرز بلبن ساده، بحب العاشوره ساده، ما بحبش اي حاجه فيها منكهات. بصوا بقى الجمال رائع جدا، وان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم. ممكن كمان نعمل واحد كده اوكي، نقدم بس ده هناك ونعمل واحد تاني كده كبير ممكن نقاسم فيه. جربوها بقى وقولوا لي راي حضراتكم، وطبعا هنستعد مع بعض دلوقتي للفقرة الطبية. بصوا بقى طبق كبير كده رائع، ايه لأصحابنا وحبايبنا بقى.
نعمل طبق كده عائلي بشوية الايه المكسرات الحلوة دي كده، وهنا كمان شايفين، وشوية جوز هند وصحة وهنا على قلب حضراتكم. كل سنة وحضراتكم طيبين، يعود عليكم الأيام بألف صحة وسلامة وسعادة يا رب بإذن الله. ودلوقتي بقى نستعد للفقرة الطبية مع دكتور علاء الدين أحمد أخصائي التغذية العلاجية، ومعانا يعني إجابات على كل أسئلة حضراتكم إن شاء الله في الفقرة اللي جاية. في انتظار حضراتكم بعد الاستراحة.